بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 15. يمكن للسكران أن يتكلم بالكلام البذي، يشتم نفسه ويشتم أمه وأباه وأقرب الناس إليه، لأنه فاقد العقل. يمكن للسكران أن يفعل كل جريمة. يمكن للسكران أن يعمل كل خبيث في حال السكر، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم هم الخبائث. السكران يعاشر أراذل الناس وأفسد الناس، فهي أم الخبائث، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، لعن في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها، ولعن بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة عليها، كلهم ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر كعابد الوثن، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يشرب الخمر في الدنيا يحرمه الله سبحانه وتعالى من شراب الجنة، من خمر الجنة. الجنة فيها خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، ليس فيه مفاسد مثل مفاسد الدنيا، فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر لذة للشاربين، فهو لذة، أما في الدنيا فهو ليس لذة وإنما هو شر. وخمر الدنيا فيها مفاسد وفيها صداع وفيها غول تفسد العقل، وخمر الآخرة هذا الكلام. خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فهي ليس فيها انزاف وليس فيها غول وليس فيها مذاء سيء، وانما هي لذة، ليس فيها مفاسد مثل مفاسد خمر الدنيا. من شرب خمر الدنيا الخبيثة فانه يحرم، اذا لم يتب الى الله يحرم من خمر الجنة الطيبة التي هي لذة للشاربين، والتي ليس فيها آفة من الآفات، بل هي خير كلها ونفع كلها، وذلك عقوبة له. هذا ما يتعلق بالخمر. هناك شيء أضر من الخمر يفسد العقل ويفسد الجسم ويفسد الخلق، وهو المخدرات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفسر. عن كل مسكر هذا يدخل في سائر الخمور، ومفسر هذا يدخل في سائر المخدرات، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، نهى عن كل مسكر ومفسر. المفسر هو المخدرات بجميع أشكالها، والمخدرات والعياذ بالله أشد من الخمر، لأنها تشتمل على مفاسد الخمر وزيادة، فهي تسكر وهي تخدر الجسم وتفسد العقل وتخبل الإنسان وتورث الأمراض الفتاكة وتفسد الخلق، حتى إن الإنسان يتحول من الرجولة إلى الأنوثة، وهذا شيء معروف ومجرب في الذين ابتلوا وغرهم الشيطان بتعاطي المخدرات.
كثير منهم والعياذ بالله فقد عقله وصار مخبلا يعيش أسوأ عيش، والبعض الآخر أصيب بالآفات بالعمى، أصيب بفساد الخلق، أصيب بالأنوثة والدياهة، وأصيب بالإدمان وهو عدم الصبر عنها وعدم الإقلاع عنها، لأنه ابتلي بها وتعلق بها والعياذ بالله فقل أن يصبر عنها. وكان في عافية في الأول لو أنه التزم طاعة الله عز وجل والتزم ما شرعه الله وأباحه الله وترك ما حرم الله كان في عافية وكان في نعمة وكان في كرامة، لكن لما أطاع الشيطان وأطاع نفسه وتناول هذه الآفة صعب عليه الخلاص. هذا إذا بقي معه حواس، والأكثر يبقى بلا حواس. المستشفيات المجانين ملأى الآن من أصحاب الحشيش، من أصحاب المخدرات. المستشفيات العلاجية الآن ملأى من علاج هؤلاء. دور الإصلاح وملأى الآن من هؤلاء يحاول معهم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم مما وقعوا فيه. كل هذا بلاء، فهذه المخدرات أفتك سلاح فتك به الأعداء في المسلمين، والله إنها أشد من الطواعين وأشد من مرض الكوليرا وأشد من الأمراض الوبائية. الناس يفزعون لو سمعوا بمرض الوباء، يفزعون لو سمعوا بمرض الطاعون مرض الكوليرا، ولكن والله ثم والله إن هذه المخدرات أشد من الوباء، لأن الوباء هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والذي يموت بالوباء يرجى له الشهادة، الذي يموت بالطاعون هذا يرجى له الشهادة، لكن والعياذ بالله الذي يموت بالمخدرات هذا يخاف عليه، يخاف عليه من العقوبة الشديدة. المخدرات من أشد الآفات الفتاكة التي اتخذها المفسدون في الأرض من اليهود ومنظمات الكفر والإلحاد، اتخذوها سلاحا ضد البشرية عموما وضد المسلمين على وجه الخصوص. المخدرات هي تتكون كما ذكروا من الحشيش ومن الإفيون ومن القات ومن البنج، يعني أنواع، وقد قسموها المخدرات قسموها إلى قسمين: قسم يشتهى وله ويسكر مثل الخمر، وهذا مثل الحشيش والإفيون، هذا يجمع الآفتين، آفة الإسكار وآفة التخدير. والقسم الثاني هذا يخدر فقط ولا يسكر، وهو البنج، هذا يخدر، ولذلك يستعمل في المستشفيات لتخدير المريض لإجراء العمليات الجراحية. هذا ما هو يسكر لكنه يخدر، يغطي العقل ويغطي الإحساس، وهذا لا يجوز تعاطيه. البنج لا يجوز تعاطيه إلا للضرورة، لإجراء عملية مثلا، علاج. أما من تعاطاه بدون ضرورة فهذا يعذر، هذا يعذر لأنه أضر بنفسه، لكنه لا يحد حد المسكر لأنه ليس بمسكر. أما الإفيون والحشيش والقات فهذه مسكرات ومخدرات، يعني تجمع بين الأمرين. نعم، الحبوب هذه فرع عن هي مكونة من الإفيون ومن الحشيش، لأنهم يقولون إن الحشيش هذا عبارة عن ورق القنب الهندي، بعضهم يقول ورق الشفاء،
فهو ورد الكتان، وأما الإفيون فهو عصير الخشخاش شجر معروف، وأما القات فهو شجر ينبت غالبا ينبت في اليمن وفي الصومال. هذه الأمور الثلاثة هذه تجمع بين الإسكان وبين التقدير والتفكير، وتجمع مفاسد جسمية لأنها تمرض الجسم وتخبل العقل، ومفاسد أخلاقية بأنها تفقد الغيرة على العرض حتى يصبح الإنسان لا يأنف من الفاحشة، ولذلك يستعملها المفسدون للتوصل لأغراضهم في أفساد الأخلاق، يخدرون بها من يريدون إفساده، فهي مفسدة أولا مفسدة للعقل، وثانيا مفسدة للصحة والجسم، وثالثا مفسدة للأخلاق، فهي شر من الخمر. الخمر سمعتم الوعيد الذي فيه والتهديد الذي فيه، المخدرات شر من الخمر وأكثر فساد من الخمر، إذن يكون الوعيد عليها والعقوبة عليها أشد والعياذ بالله. وهذه المخدرات يقولون منها ما يكون على صفة ورق باقي على ما هو عليه، ومنها ما يصنع، يصنع يجعل حبوب مثلا، أو يجعل مثلا في حقن وإبر، ومنها ما يؤكل أكلا، ومنها ما يشرب شربا شرابا يعني يذاب ويشرب، أو يحقن في جسم الإنسان بواسطة الإبر، ومنها ما يسحق ويشم في الأنف، وكلها تؤدي مفعولا واحدا هو الإسكار والتقديم، سواء أكلت أو شربت أو حقنت بطريق الحقنة أو شمت بطريق الأنف، فهي تؤدي مؤدا واحدا وتعمل عملا واحدا في الإنسان والعياذ بالله. هذه الآفات والمخدرات كما ذكرنا أنها شر من الخمر، وأنها أخطر على المسلمين بل على البشرية عموما، أخطر عليهم من الخمر، فيكون فسادها وخطرها وعقوبتها والحذر منها أشد من الخمر، فيجب على المسلمين أن يتحاذروا هذا الداء الوبيل وهذا الخطر الشديد الذي تفشى بين الناس إلا من رحم الله عز وجل، وللمروجين له طرق شيطانية ينبغي الحذر منها وأخذ الحيطة منها، لأنه لا يأتي على شكل واحد وإنما يأتي على أشكال، وربما يؤتى به على صورة الدواء، ربما يؤتى به على صورة دواء أو على صورة علاج، وربما يؤتى به على صور مختلفة لا يتنبه لها إلا أهل الحذق وأهل الفطنة، ولكن على المسلمين أن يتعاونوا وأن يتحاذروا على شبابهم وعلى أولادهم وعلى إخوانهم، فإن الخطر قد داهمهم والخطر شديد وشديد جدا من هذه المخدرات والعياذ بالله. هذه المخدرات ما تفشت في مجتمع إلا وانحط إلى أسفل سافلين، لأنها تهدم الرجولة. شباب المسلمين هم ثروة الأمة، شباب المسلمين هم ثروة الأمة وهم عمادها بعد الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين يتولون الأعمال، وهم الذين يجاهدون في سبيل الله، وهم الذين يخلفون آباءهم في حياتهم وبعد مماتهم، فإذا فسدوا فسد المجتمع والعياذ بالله. وأعظم ما غزي به المسلمون اليوم، أعظم ما غزوا به عن طريق هذه المخدرات،
فعلى المسلمين أن يتنبهوا غاية التنبه، وهي كما ذكرنا وكما قرأنا، وربما أننا لم نلم بها تماما ولكن أهل الخبرة أعرف منا بها. هي كما ذكرنا: أولا الحشيش، وثانيا الإفيون بجميع مشتقاته، وثالثا القات. القات هذا لا يقل الخطر عن بقية المخدرات، وإن كان بعض الناس أو بعض الذين يجهلون حقيقته يتهاونون به، وربما يدعي بعضهم أنه مباح. لا والله، ليس هو مباح، لأنه ثبت ثبوتا قطعيا ممن نثق بهم أن هذا القات يؤدي ما يؤديه بقية المخدرات، من أنه يخدر الجسم ويسكر الإنسان بحيث لا يدري مثلا ما حوله، أو إن درى فيكون شعوره بين وبين، وهو الشعور الكامل، وأيضا يفسد الجسم، يفسد الصحة، وأيضا يؤثر على الأخلاق. وإذا داوم عليه الإنسان فإنه يفقد فيه الشهامة والرجولة والقوة، والإنسان مخلوق في هذه الدنيا ليعمل، ليعمل ينفع نفسه وينفع غيره. ما خلق الإنسان ليكون جالسا سكيرا معربدا، ليس له هم إلا ما تمليه عليه شهواته الشيطانية. فهذه المخدرات بجميع مشتقاتها وبجميع أنواعها هي خطر عظيم، والله جل وعلا كرم الإنسان بهذا العقل، فأي شيء يؤثر على هذا العقل أو يفقد هذا العقل فإنه جناية عظيمة، يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها وأن يحذروا منها ويحذروا منها، وأن يبعدوا عنها أنفسهم وإخوانهم وأولادهم. ولا يكون هذا إلا بالتعاون والتناصر والتناصح. فالأمر الإنسان قليل بنفسه ولكنه كثير بإخوانه، والله سبحانه: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ربما يكون القات أخف تقديرا من الإفيون ومن الحشيشة، ولكنه وإن كان أقل لكن فيه مفاسد عظيمة، وهو يشارك هذه الأشياء، يشاركها في الإسكار ولو كان الإسكار قليلا، ويشاركها في التخدير، ويشاركها في الإضرار بالبدن والعقلي والخلق، وإن كان ذلك بنسبة قليلة، ولكن هذا القليل يتعظم ويتكون ويزيد حتى يؤدي بصاحبه إلى الخبال والوباء. ويسير الشر يدعو إلى كثيرة، لا في شك أن الشر وإن كان يسيرا فإنه يدعو إلى ما هو أكثر منه، وربما يدعو تعاطي القات إلى تعاطي الحشيش وإلى تعاطي الإفيون. فالإنسان في عافية، وقد كرمه الله وأنعم عليه وأوجد له النعم المباحة الطيبة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد أغناكم الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. فالطيبات والحمد لله فيها لذة وفيها نعمة وفيها قوة وفيها رجولة وفيها شهامة وفيها عون على طاعة الله، وآثارها حميدة. والخبائث آثارها سيئة وتغذي تغذية خبيثة وتؤدي إلى عاقبة سيئة. هناك نوع خامس أو نوع رابع له علاقة، وإن لم يكن مثل هذه الأمور من كل وجه، وهو الدخان. الدخان أو التنباك هذا أيضا مضر، وإن كان لا يسكن لكنه يفتر
فيدخل في عموم قوله، في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فالدخان يفتر. وقال بعض العلماء انه مسكر، ولكن الثابت انه اذا لم يكن مسكرا فانه مفتر بلا شك. فيدخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مفتر. وعلاوة على انه مفتر فهو مضر ضررا واضحا في الصحة، وهذا شهد به إجماع أطباء العالم ومنظمات الصحة العالمية كلها تشهد بأن الدخان مضر، مضر للجسم ضررا بينا واضحا، وآثاره على الإنسان. أنتم ترون الإنسان الذي يشرب الدخان، ترون آثار الدخان عليه ولا لا؟ من حين ترون تعرفون أنه يشرب الدخان، وإذا رأيتم المعافى من الدخان وجدتم الفرق واضحا بينه وبين المبتلى بالدخان. هذا شيء واضح، هذا يظهر عليه الشحوم، شحوم الجسم، ويظهر عليه تغير اللون، ويظهر عليه تغير الأسنان والفم والشفتين، ويظهر عليه تغير رائحة الفم. هذه علامات ظاهرة، والعلامات والأمور الباطنة في جوفه وفي مجاري النفس وفي مجاري الطعام في معدته أخطر وأكثر مما لا ترون. ولهذا أجمع أطباء العالم حتى الذين يشربونه أو الذين يتعاطونه أجمعوا على أنه مضر، وما كان فيه ضرر فإن الإسلام يحرمه. قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. يمكن تقول أن الذي يشرب الدخان أنه ما قتل نفسه، ما نشوفه إلى شرب الدخان يموت، مثل اللي يضرب نفسه بالسيف أو يأكل السم. نقول نعم، أنت ما تراه يموت في الحال، ولكن هذا الدخان يحدث به أمراضا مزمنة تقضي عليه بعد حين، فيكون قد تسبب في قتل نفسه. علاوة على ما فيه من الضرر فهو إتلاف للمال بغير فائدة، وهذا المال نحن مسؤولون عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسمه فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل. يسأل عن هذه الأربع، ومن ذلك أنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالذي ينفق المال بالدخان هذا أنفقه في شيء ضار، وأنفقه في شيء لا فائدة فيه، فيسأل عنه يوم القيامة. لو رأيتم إنسانا كل يوم مثلا يحرق 5 أريل، يأخذ 5 أريل ويحرقها في النار، ماذا تعدون هذا الإنسان؟ ألستم تعدونه سفيها؟ ألستم تعدونه مجنونا ومبذرا؟ لكن الذي يشرب الدخان، بالله عليكم كم يحرق في اليوم من الريالات؟ أظنه يحرق الشيء الكثير. وماذا استفاد بعد ذلك؟ على العكس، لم يستفد، وإنما أضر بنفسه ضررا بينا، وأنفد ماله وأنفق ماله بغير فائدة. فهذا من أعجب العجائب، أن الإنسان عاقل ويتصرف هذا التصرف. لولا أن الشيطان لعنه الله يزين للناس السيء ويظهره في سورة الحسد، الشيطان لعنه الله عمل هذا مع أبينا آدم. ماذا عمل مع أبينا آدم؟ لما نهى الله آدم وزوجه عن أكل من شجرة معينة، ما زال يوسوس لهما حتى أوقعهما في هذه الشجرة، بل حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، ولكن الله من على آدم وزوجه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما. فأنتم كذلك أيها المبتلون، يا من ابتليتم بتعاطي شيء من هذه الأمور لأن غركم الشيطان
وأظهر لكم أنه ناصح لكم، توبوا إلى الله كما تاب أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام، وكما تابت أمكم حواء عليه السلام، لعل الله أن يتوب علينا وعليكم. فإن باب التوبة مفتوح الليل والنهار، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن ابتلي بشيء من هذه الأمور فباب التوبة مفتوح، ولكن ليتذكر أن الأجل قريب. التوبة بابها مفتوح، ولكن ربما يكون الأجل قريب، فعليك أن تبادر بالتوبة قبل أن يحول الموت بينك وبين باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ لا تقبل التوبة من الإنسان. وهل تدري أيها الإنسان متى تبلغ الروح الحلقوم؟ والله لا تدري أي لحظة، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فعليك أن تبادر بالتوبة، والحمد لله الذي فتح لنا باب التوبة. فهذا العقل الذي من الله به عليك أيها الإنسان من أكبر النعم عليك، هو مثل النور، مثل النور الذي تبصر به الطريق وترى به الحفر والأشواك والصخور فتتجنبها إلى الطريق الواضح الذي ليس فيه خطر. هذا العقل مثل النور الذي أعطاك الله، فعليك أن تحافظ عليه تمام المحافظة، أن تحافظ. الإنسان يحافظ على صحته، يروح يعالج إذا أحس بأدنى شيء، راح يعالج. يحافظ على بصره إذا أحس بأدنى شيء، راح يعالج، يخشى أن يفقد البصر. فكيف يفرط الإنسان في عقله الذي هو أعظم من البصر وأعظم من، وماذا تفيد قوة الجسم وقوة البصر مع فقد العقل؟ ماذا يستفيد الإنسان إذا كان جسمه قويا وبصره نافذا ولكنه فاقد العقل؟ متى يفقد العقل؟ يفقد العقل إذا تعاطى هذه الشرور وهذه الأمور التي تؤثر على عقله وتجني عليه، وربما يذهب عقله بالكلية ولا يعود إليه. ولهذا يقول الشاعر: واهجر القمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. كيف الإنسان يتحول عن العقل إلى الجنون؟ لو أن الإنسان قيل له يا مجنون ما رضي، لو قيل له يا مخبل ما رضي، لكنه بتعاطيه هذه الأمور يتحول إلى مجنون ويتحول إلى مخبل. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: رجل أمين الجنسية مسلم وإسلامه حسن ويريد أن يتزوج امرأة إسلامية ولا رغبة في دخول الإسلام، فهل يجوز له أن يتزوجها أو ينتظر حتى يتم دخولها الإسلام بموجب الإجراءات التي تتخذ في المحكمة؟ يجوزون جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية، قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فتزوج المسلم بالكتابية
يهودية كانت أو نصرانية هذا مباح، ولكن الذي ننصح به لهذا الأخ أن ما دام أولا إذا أراد أن يتزوج أن يتزوج مسلمة، تزوج مسلمة، والمسلمات والحمد لله كثير من الأمريكيات ومن غيرهن، فعليها أن يبحث عن زوجة مسلمة. وإذا كان قد تعلقت رغبته بهذه المرأة التي سأل عنها فالأحسن أن ينتظر إلى أن تسلم ويتزوجها، هذا هو الأحسن. ولو تزوجها الآن وهي على دينها هذا شيء مباح إذا توافرت شروطه وتوافرت الضوابط الشرعية فيه، هذا شيء مباح. ولكن أولا ننصح أن يتزوج المسلمة، وثانيا إذا كان مصرا على هذه المرأة فالأحسن أن ينتظر حتى تسلم، ولعل هذا يكون حافزا لها على الإسلام. وأما إذا أصر وأراد أن يتزوجها وهي على دينها فهذا شيء مباح إذا تمت ضوابطه الشرعية. نعم. إذا كان الزوج من دخول الإسلام أو إذا كان عفوا دخول الإسلام هل يكفي تلفظها بالشهادة أو لابد من الإجراءات التي تتم في المحكمة؟ تلفظها بالشهادة كافية لدخولها في الإسلام. إذا تلفظت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا من الناحية الشرعية يكون كافيا في دخولها في الإسلام، ولكن الإجراءات النظامية أيضا لا بد منها، لا بد من الإجراءات النظامية حتى تكون سبيل الله. فلا نستغرب اليوم أن يكون دعاة الضلال على قدم وساق وأن له مجهودات وأن لهم استعدادات وأن لهم مساعدين ومؤيدين، هذه سنة الله في خلقه ليبتلي العباد، ليبتلي العباد بعضهم ببعض، ليصبر أهل التوحيد وأهل الطريق السليم وأهل المنهج الواضح، وليهلك من هلك عن بينه. لا نستغرب كثرة الدعاة إلى الفساد والإلحاد بمختلف الوسائل، عن طريق الصحافة، عن طريق المجلات، عن طريق الإذاعات، عن طريق وعن طريق إلى آخره، والمغريات والدعايات وسب الإسلام وسب المسلمين وسب الموحدين وتنقص الموحدين. لا نستغرب هذا، هذه سنة الله في الأولين والآخرين ليبتلي العباد بعضهم ببعض، ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن والحمد لله مع كثرة دعاة الشر وكثرة المفسدين فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين، وتكفل بأن يبقى له أنصار يدعون إليه ويصبرون على الأنابيب وإن كانوا قليلا، ولكنهم والحمد لله لا يزالون في كل زمان. بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه رحمة من الله لعباده. وهؤلاء القلة من الأخيار ومن تبعهم هؤلاء هم صفوة العباد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن والحمد لله
في كل ركعة من صلاتنا نقرأ سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي أولها حمد لله وتمجيد لله وثناء عليه، وآخرها دعاء: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، أن في كل ركعة أيها المؤمن تسأل الله أن يهديك هذا الصراط المستقيم الذي قال الله عنه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأنت في كل ركعة من فريضة أو نافلة تسأل الله أن يهديك هذا الصراط، وأن يجنبك الطرق الأخرى الضالة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والمغضوب عليهم كل من علم علما ولم يعمل به وفي طليعة هؤلاء اليهود، والضالون هم كل من عمل على جهل وضلال كالمبتدعة والخرافيين والصوفية وكل من عمل عملا على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الضالين. وأنت تسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، هذا دعاء عظيم أيها الأخوة نتعقله ونحضر قلوبنا عنده. وفي الختام نقول آمين، أي اللهم استجب. هذا فيه خير عظيم لمن تنبه له واستحضره ودعا الله به عن قلب، عن حضور قلب وعن يقين. فإن الله جل وعلا لا يخيب من رجاه ولا يرد دعاء من دعاه مخلصا له الدين. فإذا دعوت الله بهذا الدعاء الرباني في كل ركعة من صلاتك فأنت حري أن تهدى إلى هذا الصراط المستقيم. أيها الإخوة، إن هذا الإسلام جاء بعظائم من الخيرات تسع الناس كلهم، لو أن الناس عملوا به كلهم لوسعه. فهو خير عظيم وخير يتجدد إلى يوم القيامة. وهذا الإسلام من أعظم مزاياه أنه جاء بحفظ الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الضروريات الخمس التي تنبني عليها مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعات. فحفظ الدين يراد به حفظ العقيدة، وذلك بأمور: حفظ العقيدة بأمور، أولا تعلم العقيدة، لا يمكن أن تحفظ العقيدة إلا إذا عرفت، فالجاهل لا يمكن أن يحفظ العقيدة لأنه لا يدري ما هي العقيدة، وربما يعتقد الخطأ صوابا والضلال هدى. فلا بد أولا من التعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعقيدة تحفظ أولا بتعلمها ومعرفتها، ثانيا بالعمل بها والتمسك بها بعد معرفتها، ثالثا تحفظ العقيدة بقتل المرتد الذي زاغ عن هذه العقيدة وألحد في دين الله وأراد أن يضل الناس عن الحق بعدما عرفها. فالمرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه هذا حكمه أنه يقتل، لأنه أصبح عضوا فاسدا في الأرض يفسد الناس، عرف الحق وتركه وفسد قلبه، فهذا لا يصلح للبقاء، يستتاب. ف
فإن تاب ورجع إلى الله وتمسك بالعقيدة، وإلا فإنه يقتل، وإذا قتل فإنه لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة ويلقى فيها ويدفن لئلا يتأذى بنتن جيفته الناس. هذا هو المرتد، ولا يورث ماله، بل يكون فيئا لبيت مال المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه يعني من ارتد عن دين الإسلام وأخذ دينا آخر من الأديان الكافرة فاقتلوه. هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا جزاؤه في الآخرة، وجزاؤه في الدنيا أنه يقتل بعدما استتاب. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. كذلك من حفظ العقيدة الرد على كتب الإلحاد وكتب الزيغ والزندقة والشرك والخرافات والبدع. من حفظ العقيدة أن ينبري علماء المسلمين وعلماء العقيدة للرد على كل من زاغ عن هذه العقيدة وكتب وألف كتابات ومؤلفات تخالف منهج هذه العقيدة. فمن حفظ العقيدة أن ترد هذه الأباطيل وأن تكشف للناس علانية حتى يعرفوها ويتجنبوها. هذا من حفظ العقيدة، ولم تحفظ العقيدة إلا بهذه الأمور. ثانيا حفظ النفس. الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وكرمه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وصوركم فأحسن صوركم يا أيها الإنسان ما أغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا الإنسان يمتاز على غيره من المخلوقات لأن الله جل وعلا أكرمه وخلقه على أحسن خلقة وأحسن صورة وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. لكن لماذا؟ ليعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق هذا الإنسان واعتنى به هذه العناية وأكرمه هذا الإكرام وسخر له هذه الكائنات ليعبده وحده لا شريك له وليستعين بهذه المسخرات على طاعة الله عز وجل. فإذا هو أدى هذه المهمة وصل الله له الكرامة في الدنيا والآخرة، كما أكرمه في الدنيا يكرمه في الآخرة، يكرمه في الآخرة بالجنة والخلود فيها. فالمؤمن مكرم في الدنيا والآخرة الذي أدى ما أوجب الله عليه وعبد الله حق عبادته واستعان بمخلوقاته ومسخراته على طاعته، هذا يواصل الله له الكرامة في الدنيا والآخرة. أما من انحرف عن الصراط المستقيم، عن صراط الله، واستغل خلقته وسمعه وبصره وجسمه وماله وما خلق الله له، استغله في معصية الله، فإنه كما قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين.
لماذا؟ هو اللي اختار السفور، اختار لنفسه السفور، واختار لنفسه الانحدار، واختار لنفسه الانحطاط. أما لو أنه شكر نعمة الله عليه واستعان بنعمته على طاعته وعبد الله حق عبادته، فإن الله يواصل له الكرم والفضل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا الإنسان الذي خلقه الله واعتنى به هذه العناية وأكرمه هذا الإكرام، الله جل وعلا جعل لنفسه حرمة لا يعتدى عليه بغير حق، فمن اعتدى عليه بغير حق فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك، لأن قتل النفس بغير حق هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك، وهو من السبع الموبقات. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحرم على الإنسان أن يقتل نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولذلك شرع الله القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالقصاص عقوبة في الدنيا، وما وعد الله في الآخرة بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا وعيد في الآخرة. كل هذا يدل على احترام نفس الإنسان، ولا يجوز قتل الإنسان إلا في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، والتارك للجماعة. هذا حفظ النفوس. والثاني حفظ العقل، وحفظ العقل هذا يكون بتحريم تناول شيء يخل بهذا العقل من المسكرات ومن المخدرات. قد شرع الله سبحانه وتعالى رادعا عن ذلك. أولا، الله جل وعلا نهى عن تعاطي ما يفسد العقل، وثانيا شرع الله لمن لم يزجره الوعد ولم ينتهي بالوعيد، شرع الله له رادعا بالجزاء وهو الجلد كما يأتي بيانه إن شاء الله. والثالث حفظ العرض، العرض، لأن العرض هو أهم شيء عند الإنسان، وهو ما يمدح به أو يذم به. عرض الإنسان هو ما يحتمل المدح والذم، عرض الإنسان هو ما يحتمل المدح
والذنب. وأعز شيء عند الإنسان عرضه أن يلوث أو يهان أو يداس. ولذلك حفظ الله عرض الإنسان من فعل الفاحشة، وشرع الحد للزنا والحد للواط، وحرم أيضا القذف، قذف الإنسان بأن يرمى بالفاحشة وهو بريء، وجعل حد القذف، وتوعد القاذف بالوعيد العظيم الشديد، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وذلك لأن هؤلاء القذفة لوثوا أعراض الأبرياء، فكان جزاؤهم العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وكذلك حرم الإسلام تناول عرض المسلم بالغيبة أو بالنميمة، لأن هذا يخدش عرض المسلم أيضا. ولا يكذب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقبل هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كل هذا صيانة لعرض المسلم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل هذا صيانة للعرض. وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذا حفظ العرض. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن، كل هذا حفظ العرض. حرم الإسلام كذلك تعدي على المال، لأن المال هو قوام الحياة، هو عصب الحياة. والمال إذا كان مالا حلالا فهذا من أعظم نعم الله على العباد، لأنهم يستعينون بالمال على مقاصدهم الدينية والدنيوية، ويتوصلون بها إلى ما يباح لهم الوصول إليه من المتعة الطيبة واللذة المباحة، وينفقون منه على أنفسهم وعلى أقاربهم وعلى المسلمين وفي سبيل الله. الأموال فضل عظيم، ولذلك صانها الله عز وجل من الاعتداء عليها، فشرع حد السرقة وهي قطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قطع الطريق، إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقتلوا من الأرض. الآية الأولى في السرقة الصغرى وهي أخذ المال خفية على وجه الخفية، هذا تقطع يده وهذه تسمى السرقة الصغرى. والآية الثانية وهي آية الحرابة، هذه السرقة الكبرى وهي قطع الطريق. كل هذا يدل على صيانة الإسلام للمال لأنه من ضروريات الحياة. أيها الإخوة، نعود إلى موضوع
محاضرتنا وهو حفظ الإسلام للعقل. فالعقل سمي بعدة أسماء، سمي العقل وسمي الحجر وسمي الحجة وسمي اللب، هذه أسماء للعقل. قال تعالى إن في ذلك، قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل، المراد بالحجر هنا العقل. سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه عن ما لا ينبغي، يحجر صاحبه عن ما لا ينبغي. وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التجاوز إلى ما لا ينبغي من سفاسف الأمور وفاسد الأخلاق وسيء الأعمال، فالعقل يعقله عن ذلك ويلزمه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. والله جل وعلا أثنى على الذين يعقلون وذم الذين لا يعقلون في كتابه. وسمي اللب، قال تعالى إن في ذلك، قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب، وأولي الألباب هم أصحاب العقول، الألباب جمع لب، واللب هو العقل. فهذه أسماء كلها بمعنى واحد، كلها لهذا الذي يعقل الإنسان ويمنعه عما لا ينبغي من التصرفات ومن مساوئ الأخلاق ومن فاسد الأعمال. هذا العقل الذي جعله الله فيه هذا يحجزه، يحجزه عن هذه المضار وهذه المفاسد، ويأمره بما ينفع وما يفيد في دينه ودنياه، وهو نعمة من الله عز وجل على هذا البشر، يمتاز به الإنسان عن غيره من البهائم والحيوانات. فما ميزة الإنسان إلا بهذا العقل، فإذا فقد هذا العقل صار مثل البهائم، بل أسوأ حال من البهائم. ولذلك تشاهدون المخبلين والمجانين ترون حالهم وما وقعوا فيه من النقص العظيم وما فقدوا فيه من الكثير من المصالح، أصبحوا في عداد البهائم لأنهم فقدوا هذا العقل. فهذا العقل نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، تميز به بين الكفر والإيمان، تميز به بين الضار والنافع، تعرف به ربك سبحانه وتعالى، تعرف به دينك، تعرف به رسولك عليه الصلاة والسلام، تعرف به مصالحك الدينية والدنيوية. فهو نعمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهو سر من أسرار الله في هذا الإنسان. ولذلك صانه الله عز وجل وحرم الاعتداء عليه بما يخل به ويؤثر عليه. ومما يضر به ويخل به ما يتعاطاه الإنسان بجهله، والإنسان بحبه يتعاطى شيئا يفسد عليه عقله، وهذا من العجائب. وذلك كتناول المسكر الذي يغطي هذا العقل. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما كان الناس مدركين في الخمر في الجاهلية وكانت الخمر من عندهم من أفضل في نظرهم هم أنها من أفضل مشروباتهم وصاروا يتفاخرون بها ومغرقين فيها وعدد قليل منهم من عقلائهم عرفوا وضاقها وهجروها وقالوا القصائد في ذمها، لكن العدد القليل أثر أكثر في الجاهلية وكانوا مغرقين فيها. ولما جاء الإسلام والإسلام كما عرفنا يحفظ هذه الضروريات الخمس، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه تدرج بالناس في تحريم الخمر، لم يحرمها عليهم من أول وهلة لأنهم كانوا مغرقين فيها وكانت متمكنة منهم، فالله جل وعلا حرمها عليهم على التدريج. أولا قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نافعهما. العاقل إذا تدبر هذه الآية سيترك الخمر، لأن ما كانت مضرته أكثر من منفعته فالعاقل لا يقدم عليه. ثم بعد ذلك حرمها عليهم في بعض الأوقات وهو وقت الصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرمها الآن لكن في بعض الأوقات. في الأول في الآية الأولى مهد لتحريمها بطريقة يعرفها العاقل، وهي بيان أن ضررها أكثر من نفعها. ثم بعد ذلك حرمها في بعض الأوقات وهو وقت الصلاة. وإذا كانت أوقات الصلاة مثلا خمس مرات في اليوم والليلة ومع ذلك المسلم يصلي نوافل أيضا فيما بين ذلك فلم يبقى وقت لشرب الخمر، فلما حرمت في وقت الصلاة عند ذلك تركها أكثر، لأنها أصبحت الآن ليس لها وقت، لأن وقتها كله مستغرق في الأشياء النافعة في عبادة الله في الصلاة في الجهاد في ما عنده وقت له. ثم بعد ذلك حرمها الله تحريما نهائيا في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين سبحانه وتعالى مضارها ومفاسدها ومقصود الشيطان منها، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل قالوا انتهينا. فحرمت تحريما قاطعا في كل الأوقات وفي كل عمر المسلم إلى أن يموت. وشرع الله جل وعلا الحد في من لم ينزجر بالآيات والأحاديث وغلبته نفسه فوقع فيها، شرع الله الحد لأن يجلد الشارب، ومعنى يجلد يضرب بالسياط حتى يذوق وبال أمره وحتى يدرك مس العقوبة ومس العذاب، فيعلم أنه إذا كان هذا عذاب الدنيا فعذاب الآخرة